ارتفاع الأسعار بعتقد أنه في سبب أولاً موضوع الطقس وموضوع الحصار الموجود في المحافظات الشمالية، وفي هناك بعض التجار المزارعين غير ملتزمين بأنهم بوردوا البضائع في السوق الفلسطيني، بحاولوا أنهم يصدروهم لأسواق أخرى في المنطقة، وهذا اللي بيعمل سبب ارتفاع الأسعار الموجودة اليوم عندنا بالبلد. هو لازم يكون في رقابة أكثر من الغرف التجارية، من وزارة الزراعة ومن وزارة الاقتصاد، في ضبط الأسواق والحفاظ على البضائع، أن يكون في بضائع موجودة دائما في السوق الفلسطيني، وأنه ما يكون في استغلال للحاجة أو للأسعار. إذا كان التاجر بيحله أسعار أكثر بأنه يبيعها لأسواق ثانية على حساب السوق الفلسطيني، لأنه إحنا اليوم نعيش في وضع استثنائي، وضع كتير صعب. أهلنا بغزة كتير بيعانوا من ظروف الحرب والقتل والدمار اللي بمارسها جيش الاحتلال، وإحنا اليوم هون في الضفة الغربية وفي المحافظات لازم يكون في مراعاة، لأنه عندنا العمال عاطلين عن العمل، عندنا الموظفين بسبب الحصار المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني مش عم بيمتلكوا الإمكانيات أنه يستطيع أنهم يشتروا بأسعار مرتفعة. يجب أن يكون في مراعاة من التجار، اهتمام، لبناشد كل المزارعين وكل التجار أن يكون في اهتمام كبير في خفض الأسعار للمواطنين الفلسطينيين، لأنه الحمل كبير عليهم، فإحنا ما بدنا نزيد الحمل والأحمال على المواطن الفلسطيني، إحنا واجبنا أنه إحنا نخفف عنه، فبدنا ما بدنا نستغل الوضع الراهن أنه إحنا نحصل مكاسب مالية أكثر مقابل أنه إحنا نعمل فقر في السوق في الخضروات وفي المنتجات، حتى غير الخضروات كمان ممكن يكون في استغلال، إحنا ضد الاستغلال من حال هذا الاستغلال بنصف بجنب طابور الاحتلال، في انه احنا نستغل مواطنينا واهلنا، في انه احنا نحافظ على انه مكاسب اكثر ماليه من وراء السلع اللي احنا بنتقاضاها. كل المزارعين، كل التجار، يجب انه يكون الخضار الفلسطيني ينباع في فلسطين باسعار اللي متناول اليد لاهلنا ولا أبناء شعبنا الفلسطيني. ما بصير إنه إحنا بس نفكر في كيف إنه إحنا نزيد أرباحنا أو نزيد، لأنه إحنا في ظروف شعبنا بحاجة لدعم، بحاجة إنه إحنا نكون يد واحدة متكاتفين في ظل هذه الهجمة وهذا الحصار اللي الآن موجود على أبناء الشعب الفلسطيني. يعني تصدير الخضار والفواكه أو غيرها للاحتلال، هذا أمر لازم يكون في تدخل من إخواننا في الأجهزة الأمنية ومن الوزارات، بأنهم يحاسبوا كل واحد بيكون في هذا العمل، لأنه هذا عمل غير وطني، بأنه إحنا نصدر البضاعة لنا للاحتلال في ظل هذه الهجمة الموجودة علينا وعلى الحرب الموجودة علينا. لازم يكون في رقابة. أنا بناشد إخواني في الأجهزة الأمنية وفي الوزارات أنهم يتابعوا هذا الملف بشكل حثيث وبشكل واضح، وأنهم يضربوا بيد من حديد.